يا طيورا قد هلت أطرب الحفلة غناها بجمال قد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم سوف نتعرف على آداب وسنن يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تعالوا هنا نتعرف على آداب وسنن يوم الجمعة. أولا الغسل، ثانيا التطيب والتجمل، فنلبس أفضل الثياب ونتقطر. ثالثا التبكير إلى المسجد. رابعا قراءة سورة الكهف. خامسا الدعاء. سادسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان معكم نور فزياء. يا طيورا قد هلت أطرب الحفل غناها بجمال قد أطلت يملأ الكون شذاها. في مدى الفكر انطلقنا ولأجل الحرف جئنا، ننسج الإبداع سحرا نحن هو عذب تغنى. في مدى الفكر انطلقنا ولأجل الحرف جئنا.